بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هل تعلم أن ظاهرة كسوف الشمس التي نعتبرها اليوم ظاهرة طبيعية جدا، تحدث نتيجة وقوع القمر بين الأرض وبين الشمس؟ هنا القمر يقع في المنتصف فيحجب ضوء الشمس عنا فيحدث الكسوف. حتى عهد قريب كان الناس في أوروبا يعتقدون أن هناك مثلا عندما يحدث الكسوف أن هناك على سبيل المثال معركة ستفشل، أو أن هناك ملك سيموت. كانوا يتشائمون. في الصين كانوا يعتقدون في أفضل الحالات أن هناك تنينا ابتلع الشمس، لذلك يسارعون إلى قرع الطبول لإخافة هذا التنين، ولكن عندما تنتهي الظاهرة يظنون أن التنين خاف وابتعد. يعني تصوروا هذه نظرة الناس والعلماء في القرن السابع الميلادي لظاهرة طبيعية اليوم نراها تحدث ونراها بالكاميرات، ظاهرة طبيعية جدا ولها تفسير علمي. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يدعي المشككون أنه كاذب، أنه أراد الشهرة والمال والنساء. كل المشككين في الأرض الذين يشككون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام يدعون هذا الادعاء. كان يحب النساء ويحب المال ويحب السلطة أو الشهرة. طيب، لو فرضنا جدلا أن النبي كان كذلك صلى الله عليه وسلم، جاءته فرصة ذهبية على طبق من ذهب عندما توفي إبراهيم ابن النبي، وكان طفلا صغيرا جدا. في نفس اليوم كسفت الشمس وهي مصادفة، شاء الله أن تحدث. طيب، ماذا تتخيل معي أن الناس، ماذا سيقول الناس في ذلك، في تلك الثقافة، في تلك البيئة التي ربطوا دائما بين موت شخص وكسوف الشمس؟ من الطبيعي جدا بما أن النبي هو رسول عظيم من الله سبحانه وتعالى، فهو شيء كبير وابنه شيء مهم، ومات هذا الابن فحزنت الشمس عليه وكسفت. طيب، هذا الأمر بالنسبة لشخص يريد الشهرة سيحقق له الشهرة، يريد السلطة سيعطيه سلطة مطلقة. لماذا؟ سيقول الناس إن هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام يتحكم بالشمس. سيؤلهونه، يعتبرونه إلها، إذن سلطة مطلقة. طيب، يريد المال أيضا سيحصل على المال، لأنه بما أنه استطاع، بما أن الشمس كسفت لموت ابنه، معنى ذلك أنه يستطيع أن يتحكم بالرياح والغيوم والمطر وغير ذلك. طيب، يريد النساء، شيء طبيعي سيحصل على أي امرأة يحب، رجل يتحكم بحركة الشمس فيخفي ضوءها، يخسفها. طيب، هذه فرصة ذهبية، ولكن هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ انظر معي أخي الحبيب، وأرجو من كل مشكك أن يستخدم عقله لتحليل هذه الحادثة. طبعا في الحديث الصحيح أن الشمس كسفت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وتصادف هذا الكسوف مع وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الناس يقولون كسفت الشمس لموت ابن النبي إبراهيم. النبي قال لهم لا. انظر علامات النبوة، انظر عظمة الإسلام.
انظر العلم. قال: جمع الناس وصعد فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم انتبهوا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إذن أول شيء قال لهم: أخرجوا من عقولكم هذه الخزعبلات، موت فلان وخسارة معركة والتنين وهذا الكلام الفارغ، أخرجوه من عقولكم. هذا الكلام قاله النبي في القرن السابع الميلادي. متى عرف العلماء سر الكسوف؟ بعد قرون طويلة، يعني بعد قرون طويلة بدأ العلماء يكتشفوا سر الكسوف، وأن سبب كسوف الشمس هو وقوع القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوء الشمس عنها. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ظاهرتان طبيعيتان، ظاهرة طبيعية، ظاهرة علمية، آية من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته صلى الله عليه وسلم. تذكر أيها المشكك أن هذا النبي يقول هذا الكلام وابنه ميت، يعني كان من الممكن أن يقول لهم على الأقل: أنا حزين، ليس وقت هذا الكلام على الأقل. لا، لم يرضى النبي أن يمرر معلومة خاطئة صلى الله عليه وسلم، معلومة واحدة خاطئة لم يقبل أن تمر هكذا. لأن الناس لو قالوا الشمس كسفت لوفاة ابن النبي والنبي عليه الصلاة والسلام سكت، إذن هو موافق على كلامهم، مباشرة جمعهم، لأن القضية خطيرة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. طيب لماذا أمرهم؟ ونحن نعلم أن الإنسان عندما يصلي هل ينظر هكذا إلى السماء أم إلى موضع السجود؟ إذن هو ينظر إلى الأرض ويركع وبصره باتجاه الأرض ويسجد ووجهه على الأرض. لا يوجد إنسان يصلي هكذا وهو ينظر إلى الشمس. ما معنى ذلك؟ قال: مجرد أن رأيتم هذا الكسوف أسرعوا إلى الصلاة. إذن لماذا شغلهم النبي بالصلاة؟ هذه معجزة أخرى له أيضا صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن يتركهم، هو لم يرضى أن يمرر معلومة خاطئة صححها لهم، ثم أعطاهم طريقة للوقاية من الأشعة الفوق بنفسجية التي تصدرها الشمس باستمرار، والتي تكون خطيرة أثناء النظر إلى الكسوف، يمكن أن تحدث حروق في العين، ويمكن أن تحدث العمى المؤقت، ويمكن أن تحدث جروح خطيرة في العين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أيها الأحبة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله تجدها في كل تفاصيل حياة هذا النبي. فافزعوا إلى الصلاة، يعني لا تنظروا. أراد أن يحمي أعينهم من شر هذا الكسوف. طيب بالله عليكم، هذا نبي يريد الشهرة، يأمرهم بالصلاة، كان ممكن أن يقول كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. طيب لماذا أمرهم بالصلاة؟ يعني بمعنى آخر، لا تنظروا إلى الشمس، اشغلوا وقتكم بالصلاة والخشوع والدعاء. وكسوف الشمس يمكن أن يستغرق أيها الأحبة دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، أكثر بقليل، أقل بقليل، حسب كسوف الكلي أو الجزئي وحسب موقع الكسوف إلى آخره. المهم هذه الفترة
أولا أنا كإنسان مؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام حريص على معلوماتي، يقول لي إياك، وكأنه يقول لي إياك أن تدخل معلومة خاطئة في دماغك. الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد، ولا لحياة زعيم ولا ملك ولا كل هذه الخزعبلات، هي ظواهر طبيعية. طيب، بنفس الوقت النبي حريص على صحتي، إذا حدث الكسوف أفزع وأسرع باتجاه الصلاة، فأسجد وأركع وأدعو حتى تنجلي. ما معنى حتى تنجلي؟ إذن هناك شيء أمامها، يعني حتى التعبير هنا سبحان الله تعبير علمي، يعني أنت عندما تضع شيء ثم تجلي، تجلو، تذهب، تبعد هذا الشيء، يعني حتى يبتعد القبر من أمام الأرض. وبالتالي أيها الأحبة، يعني هذا رسالتي لكل إنسان مشكك بهذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، يا أخي أدرس ماذا قال هذا النبي من تعاليم، اتركني من خزعبلات، قتل اليهود وأهان المرأة وفعل كذا واغتصب، هذا كله كلام فارغ. أدرس تعاليم النبي لتعلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أمرك؟ هل أمرك بشرب الخمر؟ هل أمرك بالزنا مثلا؟ هل أمرك بالاغتصاب؟ هل أمرك بالاعتداء؟ هل أمرك أن تأكل حق الآخرين؟ أم أنه أمرنا بالصبر والعفو والمغفرة والتسامح وحب الخير للناس؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت. اعتبر القول الحسن هو جزء من الإيمان. لذلك يا أحبتي، يعني معرفة هذا النبي والله هي كنز عظيم لا يدركه إلا من عرفه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.